صباح الخير يا شباب. صباح الخير. اهلا. ايه ده سقسة او بقسماط؟ ده انت طلعت بلدي جدا. وانت طلعت بنت ناس وانا مش عارف. ايه ده، وانت ما تعرفش؟ وانت ما عندكش فراسة تعرف الناس اللي قدامك ديت ولاد ناس ولا لا؟ لا عندي فراسة بس معاك انت لا. عارفة سارة صاحبتك ديت كانت بتيجي مع باباها النادي وهي صغيرة، كانت طفلة رخمة رخامة ما تتخيرش عن حضرتك. لو سمحت بلاش تلبيخ، سارة صاحبتي الانتين. ما هي برضو مطلعة عين باباها زي كده. بقولك ايه ابو سيد، كفاية بقى رغي وكلام، احنا ما عندناش وقت النهاردة. بتمنى وارجوك وبليز نفسي البروفة تعدي من غير مشاكل. ابو سيدة لا ما ينفعش. عشانك كبير قوي، نزل ايدك. بصي بقى، انا هعمل معاكي ديل ما عملتوش معاكي قبل كده. انا مش هعذبك، مش هقل ادبي النهارده، مش هغلط في حد، بشرط عايز امشي بدري جدا عشان عندي مشوار مهم جدا جدا جدا. ليه؟ خير؟ رايح فين؟ انت مالك؟ لا ما انت لازم تعرف، انا لازم اعرف كل حاجه عن الشخص اللي بتعامل معاه. رايح فين؟ جاي منين؟ بيكلم مين؟ يعرف مين؟ كل حاجه. فعلا؟ فعلا. وانت مال اهلك؟ برضه. ماشي هنفذ لك الدين. اعمل حسابك ان انت النهارده هيبقى عندك تدريبات على الكاميرا والاوتو كيو، كلامك مع ماهي وفوزيه، وفكر كمان اجرب معاك مكالمات على الهواء اشوف هتتعامل معاها ازاي. ربنا يستر. استاذه ايه، انا عاوز اقول لحضرتك ان انا مش اول مره اقعد قدام الكاميرا. احب كمان انا اقول لك ان انت لما كنت بتتعامل قدام الكاميرا قبل كده كنت بتظهر كضيف حر بقى تغلط تعمل اللي انت عايزه. المره دي انت هتقف قدام الكاميرا مذيع، في فرق كبير جدا. ماشي طب يلا قولي عشان عاوز اكل بقسماط بمزاج. متسقسق بلدي قوي على انفراد. هو المشوار اللي انت رايحه في حريم مزاز حركات؟ مش فاكره كده ابدا. قولي بوظت الشاي. اتفضلي. صباح الخير. صباح النور. ايه ده انت كنت فين؟ ده انا كنت فاكرك لسه نايمه جوه. صحيت من بدري ونزلت انا وزينب في مشوار مهم. ازيك يا زينب؟ ازيك يا استاذ؟ انت ليه وشك تعبان كده لون اصفر؟ فعلا كانت تعبانه عشان كده خدتها للدكتور بتاعي. طب ما صحتنيش ليه قبل ما تخرجي؟ معرفش، حسيت ممكن تكون تعبان من مشاوير امبارح. يا اهلا يا زينب. يا اهلا. الف سلام عليك. الله يسلمك. طب مش عايزه حاجه قبل ما اخرج؟ رايح فين؟ شويه مشاوير. هتتاخر؟ يعني على حسب الظروف. عن اذنكم. مرحبا. تعالي يا زينب. اقعدي بقى كده وركلسي خالص وقولي نفسك تفطري ايه؟ لا 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 ماليش نفس. ايه اللي ماليش نفس دي؟ لا لازم تاكلي، انت من امبارح صايمه. وبعدين ابوكي كده ممكن يحس. مش قادره اقول، صدقيني فعلا مش قادره. زينب عايزاكي تيجي على نفسك شويه. على الاقل علشان خاطر ابوكي وامك اللي بيخافوا عليكي وبيحبوكي. انت بتطمني بالكلام؟ بالعكس انا خايفه عليكي، وما كنتش متصوره انك ممكن تتنازلي بالسهوله دي. حبيته. ايه حبيته دي يا زينب؟ طب اهو طلع واطي. كنتش عارفه ده يطلع كده. فين احساسك بالراجل اللي قدامك يا زينب؟ يا بنتي انا مش اتكلمت معاكي كتير. احساسي خدني. طب ممكن بقى تخلي بالك من احساسك احسن يخونك المره الجايه كمان؟ مفيش مره تانيه خلاص. يعني ايه؟ انتي صغيره وحلوه وبكره تنسي وان شاء الله هتحبي. استحاله. مفيش حاجه اسمها استحاله. طول ما انتي عايزه يبقى ممكن يحصل. وخصوصا بعد العمليه اللي احنا لسه عاملينها دي. زعلانه منك وعليك يا زينب. تفتكر ربنا هيسامحني؟ مش عارفه. بس اكيد لو ما غلطتيش تاني هيسامحك. هتلاقي الحد اللي يستحقك. وهيحبك. وهيتجوزك. ساعتها هقول له على كل حاجه. تقولي له ايه يخرب بيتك؟ امال احنا كنا رحنا عملنا عمليه ليه؟
انتي ان شاء الله اللي تبقي عايزه تتجوزيه تبعتيهولي، انا هقعد اتكلم معاه واشوف ايه النظام معاه ونخلص الموضوع، لاني لما سبتك لوحدك عكيت الدنيا. ليه اي راجل ليه ماضي ما بيعجبوش؟ حتى لو ابويا عارف ان الراجل اللي جاي يتجوزني ليه علاقات كتير ما عندوش اي مشكله. وبالعكس لا طبعا، ايه الفرق؟ ولا غلط واحد. طب حاول حضرتك تكلمهم يا حاج، دول كده يعني بيضربونا في السوق، ناس مخرب بيوت. انت اكيد بتحظر. عايزني اكلم اكبر منافس ليا في السوق اقول له ايه؟ ها؟ اقول له والنبي ما تنزلش ثمن بضاعتك عشان بيتي ما يتخربش. فكر يا استاذ، فكر وبعدين اتكلم، انا جايبك عشان تفكر. طب هنعمل ايه حضرتك؟ رايك ايه يا هبه؟ مش عارفه، هما بيحرقوا بضاعه يعني؟ ايوه يا بنتي، وخصوصا في السلع الاساسيه اللي ما نقدرش نلعب في ثمنها. انا رايي انك تستنى شويه وتستحمل الخساره وتضربهم انت في بضاعه تانية، بس تستنى في دخله سيزون معين، يعني دخول مدارس او رمضان. او شايف يا استاذ، شايف الافكار؟ ها بتفكر. فضل يا استاذ اتفضل، وانا هتكلم معاك بعدين. عزيزي. السلام. طبعا الكلام والهرتله اللي انت قلتيه ده مش كويس، ما ينفعش، انا ما حبيتش اكسفك، ما حبيتش قدام الجدعه. ليه يا بابا؟ اللي انا قلته هو اللي لازم يحصل. بصي يا بنتي، انا لو حد عمل فيا حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيجيب لي حقي لحد باب مكتبي، ما بسعاش إني أخده بنفسي، ولا بسعى إني أعمل زي اللي بيعملوه فيا الناس ديت، لا. وإذا كان هما سبب المشاكل والأزمات، ها، فربنا دايما معايا، بيقربني منه، ما بيبعدنيش. شوفي يا هبة يا بنتي، أي أزمة تعيشيها بتقربك من الخالق العظيم، ما بتبعدكيش أبدا. أمال هتعمل إيه؟ عدوك أكتر حاجة عايزها يا بنتي إن يدخلك في سباب، في صراع، في 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 أكشن زي ما أنت بتقولي، ومراده كله إن يخليكي مهزومة. بعد ما تمشي أنا هصلي الظهر وأدعي لهم. تدعي لهم؟ آه أدعي لهم. لأن الحياة حلوة يا هبة، الحياة وردي جميلة ما فيهاش مشاكل أبداً أبداً، وعشان كده أنا هدعي لهم. الأزمة يا بنتي اللي جيلك اعرفي إن هي بتقدمك لقدام، ما بتخليكيش تروحي وقع، بتديكي قوة، قوة عظيمة. ما تبعدكيش عن اللي خلقك. فيلسوف أنت يا بابا، بحب دماغك قوي. النصارى، أنت عارفة النصارى؟ عارفهم بيقولوا ايه؟ حب عدوك، احب اعدائك. ايه ده؟ شيء جميل. وعندنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عمل ايه لليهودي اللي كان بيحط قدامه الزبالة، الزبالة قدام بيته، عمل ايه؟ لما عي اليهودي راح زاره، راح زاره في بيته يطمن عليه. وانتي تقولي لي احرق بضاعة، انا فخورة بيك جدا يا بابا. انت جاية ليه هنا يا بنت؟ انا جاية اقول لك اني مسافرة، عندي معرض لشغلي، ما هو بالمرة اغير جو. وانا معاكي، ومع السلامة، وتاخدي بالك من نفسك. ماشي. بس تفكري
انا هعمل كده. المهم تاخدي بالك من نفسك. اديني سايباك تجيب عكاوي وكوارع براحتك، على الله يتمر بس. افتكر انت وعد الجمال. يا بنت امك ما بقتش زي الاول. ولا عكاوي ولا كوارع بقت تنفع، بارت. خلاص اهو. ما تاخديها معاكي. بجد يا حاج انا عايزاها معايا بقى. امشي يا بت. امشي، ده انا ما احبش احط دماغي على المخده الا وهي راقده جنبي. ها حبوبي حبوبي. بس حاسب النضاره. ها بسم الله ما شاء الله. زي القمر يا نجم. لو كلمه زياده اتكلمتها يا زين هطلعك بره الكنترول. احنا هنا بنسجل برنامج مش فيديو كليب. الراجل ما قالش حاجه غلط اعتقد ولا ايه؟ ايه اللي فتح التوك باك على الاستوديو؟ استاذ حمزه كده تمام يا استاذ. انا مش سامع حاجه، ده مقصود؟ مقصود يا استاذ حمزه، عشان تركز شويه معلش. اوكي. يلا يا جماعه. اوكي. 5 4 3 2 1. مساء الخير. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ستوب. ايه يا جماعه ده؟ انتوا مش فاهمينوا مين اللي هيبتدي الاول؟ انا قايل الاستاذه 3 مرات. الاستاذه مايا هتبتدي وبعدها الدكتوره فوزيه والاستاذ حمزه يا استاذ. معلش يا استاذ حمزه. ليديز فيرست. ليديز فيرست؟ انا ما عنديش مانع طبعا ليديز فيرست، بس هما فين الليديز؟ احنا نبتديها كدب بقى ولا ايه؟ يلا يا ابني ابتدي يلا. 5 4 3 2 1. اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في برنامجكم الجديد كلام في الصميم، برنامج لك انت سيدتي. كل المواضيع اللي تهمك، كل القضايا اللي محتاجه تعرفي عنها اكتر هتلاقيها هنا في برنامجنا. نفسيتك، فرحك، حزنك، بناتك. هو انا قاعد جيز جوافها بقى ولا ايه؟ هو ده برنامج نسوان بس؟ انا مش فاهم. يا استاذ حمزه يا استاذ حمزه، حضرتك عارف كويس ان فقرتك ليها طبيعه خاصه. اوكي ماشي. ولا زين يا استاذ؟ بدله حلوه زي القمر يا استاذ. اعدل الياء. انهي يمين؟ ما دي اليمين يا حمار. يبقى شمال. شمال. اوكي. طب يا استاذ حمزه، احنا مش هنمشي من هنا الا ما نخلص البروفا النهارده، وانا بيتهيألي ان انا عارفه ان انت عندك ميعاد مهم، مش كده برضو؟ ايوه ايوه ايوه. ماشي ماشي يا استاذه ايه، برضو ضالك. طب يا استاذ حمزه، انا مش هعيد تاني. يلا نبتدي. ان 3 2 1 اكشن. اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في برنامجكم الجديد كلام في الصميم، برنامج لك انت سيدتي. كل القضايا والموضوعات اللي محتاجه تعرفي عنها اكتر هنا في برنامجنا هتلاقيها. نفسيتك تهمنا. كل الحاجات اللي بتفرحك، كل الحاجات اللي بتزعلك هتلاقيها عندنا في كلام في الصميم. مساء الخيرات شعبنا المحترم، سواء راجل او ست. معايا هتفكر في امور عمرها ما خطرت على بالك، ومعايا بس. اتعهد باني افتح لكم بصيره عقلكم. اتعهد بيه من اول حلقه من البرنامج ده. يعني ببساطه لو شفتني مش محتاج تشوف اي حاجه تانية في البرنامج. ليه كده؟ ليه كده؟ ستوب. ليه كده؟ مش عارف اعمل ايه، مش عارف. بالراحه بقى عشان الصوره دي انا بموت فيها، فكرني بايام حلوه قوي كده. تمام. مش كنت قلت لي انك هتكتبي؟ هتكتبي ايه؟ هموت واعرف تكتبي ايه. تستعجلش، كل حاجه في وقتها. هو الحيوان ده ما كلمكيش تاني؟ بص انا اشتريت خط تاني وقررت ان انا مش هركز معاه خالص، انا هركز في اللي انا بعمله، وقررت كمان ان انا هكتب مش هشتغل. قرار اخير. اوكي. اسالك سؤال يا انجي. ايه ده مالك مكسوف كده؟ اتفضل. لا مش مكسوف ولا حاجه. انت بتصرفي على نفسك منين؟ ايه ده، ما انت عارف طبعا. وانا هعرف منين؟ بص يا سيدي، انا خدت من مرتضى مؤخر صداق كبير جدا، حطيت وديعه وطبعا كنت محوشه شويه فلوس كده من الطيران، اشتريت بيها شهادات كده.
فمش عايز افكرك انك لو احتجتي اي حاجه تقولي لي. ربنا يخليك يا سيف. بقولك ايه، هي مراتك لو عرفت عن علاقتنا دي هيبقى في مشكله؟ مشكله واحده ده هيبقى في مشاكل. ايه ده؟ ليه الرد السريع ده؟ لاني عارف هديل كويس جدا. متاكد يعني؟ اه طبعا. طب هقول لك حاجه، ما تعرفني عليها. يبقى علاقتي بيك انتهت فورا. انتوا تموتوا في الكذب كده، ما ينفعش ابدا تمشوا دايركت. يا بنتي ده انا ومحسن مش معرفين مراتاتنا على بعض علشان ما يحصلش مشاكل. والكذب ماشي في عروقكم، تموتوا لو قلتوا الحقيقه. ليه التخبيط ده؟ مش تخبيط والله، هي دي الحقيقه. هند ازيك؟ اهلا وسهلا، مين معايا؟ انا هديل مرات سيف صاحب محسن جوزك. ازيك يا مدام، عامله ايه؟ كويسه الحمد لله، بس ما بلاش بقى مدام دي عشان نعرف نبقى اصحاب. ماشي يا هديل. باختصار انا دخت على ما جبت نمرتك، وجوزي كل يوم والتاني بره، واما اساله انت فين يقول لي مع محسن جوزك. وانا نفس الكلام، انت فين يا محسن؟ انا مع سيف. الاحتياط واجب، ومتهيالي ان احنا لازم نكون على اتصال ببعض. طبعا طبعا، ده انا كنت عايزه نمرتك من فتره برضه. عموما نمرتي اللي ظهرت عندك، يا ريت تسيفت ونبقى على اتصال ببعض. ولازم نتقابل كمان، ده انا مبسوطه جدا انك كلمتيني. وانا كمان مبسوطه، ميرسي يا هند، هنتقابل قريب. طبعا هشوفك قريب. اوكي يا حبيبتي، باي. ماشي يا سيف، اما اشوف اخرتها معاك. بس بقى يا ولد تعبتني. طب هو البيبي بياكل ازاي؟ بيتغذى عن طريق الاكل اللي مامته بتاكله. ايه ده، يعني هو عنده اسنان جواه يعني؟ لا طبعا ما عندوش اسنان جواه، بيتنقله عن طريق الدم. وبعدين كفايه بقى، انت هلكتيني اسئله يا هنا. معلش اصلي عايز اعرف كل حاجه منك. بقول لك ايه، انا عامله لك مفاجاه، تعالي. يلا اقعد. طلعي لي اي صفحه انت عايزاها وانا اعزفها لك دلوقتي. يا سلام، ده ايه الشطاره دي كلها؟ وريني بقى هتعملي ايه. برافو يا هنا، ايه الشطاره دي بجد؟ طب انا كمان بقى محضره لك مفاجاه. ايه هي؟ اتفضلي. انت ازاي اصلا تعملي فيها كده؟ وبعدين مين اللي ادهالك؟ انا ما عملتش حاجه غلط يا هنا، انا غسلتها لك بس. مين اصلا قال اني عايزه اغسلها؟ انا مش عايز اشوفك تاني. والحقيقة هو ده الفرق ما بين جيلنا وأي جيل تاني، وحاجات تانية كتير. فاتحي دخله كده مكالمة؟ دخله كده مكالمة ازاي؟ احنا بروفا. أي حد مننا يكلمه، إيه يعني؟ أه قال يعني، ها؟ أه قال يعني. أوكي، أي حد يكلمه. زين كلمه، قول له أي حاجة. ها؟ قول له مكالمة، يلا يا سمير. في مكالمة يا أستاذ. محمد من غمرة. أه نستقبل أول مكالمة في برنامجنا، محمد من غمرة، ألو؟ الو الو، ازيك يا استاذ؟ يا سمير قول له يبص للكاميرا. يبص فين ده؟ بص للكاميرا يا استاذ، بص للكاميرا. هو محمد في الكاميرا؟ محمد من غمره، الو؟ ابو حميد، ايه رايك في كلامي؟ مبسوط؟ والله يا استاذ انا بصراحه مش متابع الحلقه من الاول يعني، بس انا مبسوط من البرنامج ونفسي ابقى صديق دائم يعني. صديق؟ ايه الكلام القديم ده؟ يا حبيبي ده مش برنامج اماني واغاني. خلاص خلاص يا استاذ ما تزعلش. بقول لحضرتك انت يعني هتعمل لنا حاجه في رمضان؟ هو بيمثل ده ولا ايه؟ اه يا حبيبي هعمل لكم كنافه يا روح امك. اقفل السكه يا ياض. ايه ليه وي؟ يا نهار اسود، لا 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 لا، ما ينفعش ده، ما يدخلوش مكالمات خالص على الهواء. الغي المكالمات. ومين اللي قال دخل مكالمات؟ انا اسف انا اسف انا اسف يا جماعه، انا اسف. الغي المكالمات. انا اسف. ماشي يا زين يا ابن ال، لما اخلص بس. زين. خيل خيل،
بقول لك ايه، ما تسيب البتاع اللي في ايدك ده وتعالى نشرب سيجارتين وبعد كده نكمل. يا عم وانت عملت حاجه اساسا؟ يعني نشرب سيجارتين وبعد كده تساعدني؟ عيب عليك. عيب عليك؟ يبقى هتبيعني يا معلم. ايه ببيعك ايه بس؟ دي صفة مغربي ايه؟ حاجه خيال كده هتطيرك فوق. اه والله. وبعدين عايز اتكلم معاك في موضوع لطيف جدا. موضوع لطيف جدا؟ ايوه. يبقى شكلك هتتجنن وعايز تتجوز تاني. يعني حاجه كده. بتهرج طبعا. ليه بهرج؟ ليه ما بهرجش طبعا، هتجوز عرفي. ايه وحسن اللي انت بتقوله ده؟ ايه المشكله يعني؟ بصي ده مجنون، يعملها طول عمره قلبه جامد. على فكره ملهاش اي علاقه بقلبه جامد ولا لا، دي رخصه نوم مع واحده. بالظبط زي ما انت بتقولي كده بالظبط، بس برضو مش هو ده اللي انا بدور عليه. ما بتدور عليه يا محسن، بداهي لك تكون بتدور عليا انا. يا جماعه انا زهقت من الرمرمه. اه فقررت ترمرم من طبق واحد. ايوه بقى. اه بس طبق وسخ. انا عايز واحده كده تبقى صديقتي صاحبني، نشرب سيجارتين مع بعض، نخرج نهزر تبسطني، ما يبقاش في اي مسؤوليه، ما احسش ان انا عليا مسؤوليه وعليا لود وهي كمان كذلك. يعني عايز يعني حد يبسطني يا جماعه. مش بقول لك بتدور عليا انا؟ طب ما احنا بنقعد مع بعض نضرب سجاير ونضحك وننبسط ومفيش مسؤوليه. انت مجنون يا ابني؟ رايح تتجوز واحده عشان تلف معاها سيجارتين وتشربه؟ طب ما تعلم مراتك السجاير اسهل. يا سلام، كئيبة يا بيه، مراتي كئيبة وانت عارف كده كويس، وما تحورش لان الحل من بعضه تقريبا. انا بس بزيد عليك بالمصاريف والعيال والقرف ووجع القلب. محسن محسن محسن، انت شايف مراتك ازاي؟ شايف مراتي كده. والله يا بنتي اسئلتك دايما في العمق. وما اكون شايفها ازاي انا يا جدعان؟ يا عم الفيلسوف العميق انت، انا فاهم السؤال اللي هي بتقوله. انا بشوف مراتي دايما ام العيال. خلاص هي مشكلتها ايه ان هو شايفها ام العيال؟ يعني هي هيفاء وهبي وانا هشوفها ام العيال يا انجي؟ الموضوع مختلف، المفروض تبقى هي عندها كده. انت مش هتفهمي اللي انا بقوله ده لان انت ما خلفتيش. كل لما تيجي تتكلم او تهزر او تتدلع او تحسسني بانوثتها فجاه الاقيها في النهايه بتطلب طلب، عايزه حاجه، كله مفيش حاجه مجانا. انت مدور بيتك ازاي يا محسن؟ بس انا اكتر واحد يعرف محسن مدور بيته ازاي. مدور بيته كده او كده بالنبي. لا ما تهزروش يا جماعه، انا مدور بيتي كده. انت عارفه انجي ان انا كل شهر بسيب لها مصروف البيت كامل؟ يعني هي ما تعرفش دخلك كام؟ لا طبعا ما تعرفش، انا مجنون عشان اعرفها دخلي كام ولا. انت غراب قوي، امال بتطلب منها ازاي انها تستحملك؟ لا بصي ما تجمعيش، لان انا وهديل نعرف كل حاجه عن بعض. هي عارفه انا دخلي ايه وانا عارف دخلها ايه. اي نعم كل واحد فلوسه خاصه بيه، بس احنا نعرف كل حاجه عن بعض. يا جماعه الجواز ده مش جواز بين اتنين، ده جيوب بتتجوز. يعني مش معقول ان انت تطلب من مراتك انها تستحملك وتشيل معاك وهي ما تعرفش حاجه عنك، وبعدين ترجع تقول عليها نكديه. عجبتني قوي، حلوه قوي الجيوب بتتجوز دي. انت عارفه يا انجي والله انت تفتحي عياده تكسبي دهب، تجيبي كل الستات اللي في مصر وتعلميهم ازاي ينكدوا على جوازهم، تبقي هايله. انت بتتريق عليها. على فكره انجي بتتكلم صح جدا. اوبا اوبا، ده انت ركبت الطياره سافرت، قعدتك معاها اثرت عليك والله. ايه اثرت عليها دي؟ اثرت عليها ازاي يعني؟ اه والله اثرت قوي. فضلت تاثر تاثر تاثر. بقول لك ايه؟ مش هتطلع بره يا محسن. لا لا والله حلو والله. تروحي وترجعي بالسلامة يا بنتي. يا ماما هو أنا مهاجرة؟ دول تلات أيام بس. أنت هتوحشيني قوي. أنت كمان يا أمي. طب بقول لك إيه؟ إيه؟ وحياة أبوكي، تاخدي دي معاكي. إيه دي؟ بقيت صينية الكيك. كيكة إيه بس يا أمي؟ طب أجيب لكم ملوخية وحبة محشي؟ لا خلاص هاخد الكيكة. طيب بقول لك إيه؟ إيه يا حبيبي؟ أنا عايزاكي بقى وأنت هناك تفرحي كده وتضحكي وتبقي كده دايما يعني مش شرحه كده. ها؟ يا حبيبتي ده انت اللي حلتي يا روح قلبي. حاضر. والنبي ما تضايقي نفسك خالص. عايزه ايه كمان؟ الفرحه حلوه. ها؟ دوري على الفرحه فين؟ واقعدي كده اتبصي تلاقي حاجه حلوه اتفرجي عليها. كده اتبصي وابصي نفسك. خلاص حاضر حاضر. عايزه ايه كمان؟ يعني طب عايزه حاجه اجيبها لك وانا جايه؟ لا انا عايزاكي ترجعي بالسلامه. تفتكر اني اقدر اجيب شقه في مصر الجديده؟ اه طبعا ممكن. اه
ازاي بقى؟ احنا لو بعنا شقه التجمع تجيب كام؟ مش لسه عليها اصابه الدفع؟ يعني 450 قولي نص مليون يجيبوا ايه في مصر الجديده؟ كشك؟ ليه كده يا عماد؟ بتفكر بطريقه سودة قوي، احنا قاعدين عشان نتكلم ونحل مش عشان نقفل. تمام حليها انت. شقتكم في مصر الجديده دي شقه امي مش شقتي. في ايه؟ ما انت طنط واحد طبعا. مش فاهم. يعني انت لو بعت الشقه دي وجبنا شقه تانية ممكن تجيب شقه حلوه قوي. وامي؟ طنط الطيوبه عمرها ما هتتضايق طبعا، تقعد في قانون جديد. انت بتستهبلي صح؟ ليه كده؟ يعني ايه بستهبل؟ فكر بس معايا بهدوء. احنا لو بعنا شقه هنطلع لطنط مبلغ تحط وديعه في البنك، المبلغ ده هيطلع لها فلوس تقدر تدفع بيه الايجار، سهله اهي. اه وكل ده علشان انتي وابوكي مش عايزين تتنازلوا عن اي حاجه. لا يا عماد مش كده، مش كده، مش انا ده بابا. وانتي ما عرفتيش تاثري على بابا؟ لا ما عرفتش، حاولت معاه ما رضيش. اعمل ايه؟ اتخانق معاه يعني؟ لا لا انتي الموضوع جاي على هواكي اصلا. بصراحه مصر الجديده احلى من التجمع بكتير طبعا، انا متعوده على مصر الجديده. خلاص بقى اضحك، انا عارفه انك هتحلها صح؟ هتحلها؟ انت فارق معاكي حاجه؟ ما انت ما تدفعيش حاجه من جيبك يا جان. عماد هو انت لسه بتحبني؟ المهم تكوني انت لسه بتحبيني يا جان. أنا عندي نفس مشكلتك بالظبط يا آية، حاسة البرنامج مش مربوط ببعضه، في حاجة غلط. بصي أنا الصبح جاتلي فكرة عمال أقلبها في دماغي شمال شوية يمين شوية. هي هتغير في شكل البرنامج شوية بس البيز الأساس بتاعه هيفضل زي ما هو. طيب قولي. إحنا بنفكر يعني ممكن فكرة تنفع وممكن الفكرة ما تنفعش، يعني ده مش أساسي يعني. يا عمي قولي. طبعا انت عارفة ان احنا عندنا مشكلة ان احنا نجمع ماهي وحمزة وفوزية في موضوع واحد، خصوصا ان تلت ارباع البرنامج بيتكلم على ستات. صح، بما اني ماهي فوزية فقرتين وحمزة فقرة واحدة. بالظبط كده. فانا بقول ايه؟ ان احنا مثلا هنغير اسم البرنامج، نفترض ان هو اسمه ماذا لو او ماذا يحدث لو، يعني كله كاملة هيبقى افتراضي، هنفترض موقف وهنعترض عليه او نوافق عليه. ازاي بقى؟ هنيجي مثلا نعمل الانترودكشن، بعد كده نقول ان حمزة هيعرض مشكلة، المشكلة دي تكون ما بين علاقة الرجالة بستات ببعض، وهيقول رأيه كرجل. بعد كده ماهي تتكلم من الناحية القانونية، فوزية تتكلم من الناحية النفسية، خلاص؟ وتقول وجهة نظرها ورأيها. نيجي بقى في الفقرة التانية، حد منهم يعرض مشكلة جديدة، ممكن تكون ماهي، خلاص؟ حد غير حمزة، لو حمزة افترض هو الأولاني. وبرضه هما الاتنين يقولوا آرائهم وجهة نظرهم من فكرهم الخاص سواء كان رجل أو امرأة. كده أنا خلقت خط ربط في البرنامج، وفي نفس الوقت بقى كله ميه واحده مترابط متشابك. ليه منطقيه انهم هم الثلاثه يبقوا في نفس المكان؟ يا بنت الايه، عجبتني الفكره. انت كام جت؟ عجبتني. بصي سيبيني اقولها النهارده لشريف وهرد عليكي بكره. حياتي انت اللي حياتي، اموت فيكي. نورت الدنيا ست الكل. كده ايه يبقى فاضل؟ مواضيع ولنفترض. هاني يا استاذ فتحي فيها زغلول. استاذ حمزه عامل مشكله بقى. انت ازاي يا ولد تكلمني بالطريقه دي؟ ها؟ في يا استاذ حمزه؟ في ايه؟ الاستاذ حمزه بعت العربيه اللي بتوصله مع المساعد بتاع حضرته، ودلوقتي عايز يروح وانا ما عنديش عربيات. ما ينفعش تقول لي بس يا فتحي اسكت انت. حاضر يا استاذ. امشي يا زغلول. في مدير انتاج اسمه زغلول. غلطه وهتتصلح، ما انت طول عمرك معترض، اعمل فيك ايه؟ كل حاجه معترض عليه، معاكش عربيه، انا معايا عربيه هوصلك.
ايوه بس انا مش مروح، انا عندي مشوار مهم انت عارفه. هتفرق في ايه؟ اوصلك البيت، اوصلك مشوار، برضه هوصلك. قدامك قد ايه؟ يعني 10 دقايق. كتير، 5 وحصلين. حاضر. لا استنى، مش ضمناك، هاجي معاك. مش عايز حاجه توحى؟ ربنا يخليك يا ريس. بجد؟ عايز سلامتك. انت غالي. انت عسل. يلا باي. استنى. اكتر واحد مسيطر في القناه. ايوه وصلتي بالسلامه؟ لا انا لسه في الطريق، وموضوع الطياره ده فاشل من اوله، انا لسه فاضل لي ساعتين. وايه اللي اخرك قوي كده يا بنتي؟ حاجه تقرف، تخيل الولاد اللي عندي طلعوا بالاتوبيس وصلوا. طب وانتي فين دلوقتي؟ وصلت في الطريق. الله. وبتاكلي ايه؟ كيكه ماما عاملاها مش تحفه والله. انتي رايقه. انتي صوتك ماله؟ مفيش، شوية عك كده في الشغل. العيال جولت؟ لسه. بقول لك ايه؟ كلميني قبل ما تطلعي الطيارة. ماشي. فين فين عشان اكل الكيكة؟ باي. والله العظيم انتي ضايعة. باي. هو احنا ايه اللي جايبنا هنا؟ ما تمشي وانتي ساكتة. هكون خاطفك مثلا؟ لا مش خاطفني، بس عايز اعرف انا فين. نحن في الجيارة. جيارة؟ بس معانا على فكرة. وانت ايه اللي جايبك هنا بقى؟ انت مال اهلك؟ يوه حشرية موت. مهم. عجبتك البروفة؟ البروفة مش بطلة، بس بصراحة يعني انا لسه قلقانة. قلقانة؟ شوفي بإذن الله أنا هبقى كويس، بس الحقيقة مش ضامن كام ولية الغجر اللي انتوا جايبهم لنا دول. النبي ما تفكرني بقى، احنا كل يوم كلامنا في الشغل دوت والستات دولت وانت ومشاكلك. أنا مش قادرة أتكلم في الشغل خالص، اقفل الموضوع. طبعا تليكي عاوزة تستأذني وتروحي عشان تسهري وتسكري وتهنكري مع أصحابك الصيع. أهنكر؟ اه تهنكر. جبتها منين دي بقى؟ جبتها من والنبي والنبي. خلاص اسكت اسكت خلاص خلاص، مش عايز اعرف جبتها منين. ما انا عارف لسانك قد كده هترد رد مفاجاه. هو انا في سؤال كنت عايزه اساله لك، بس يعني ما تقولش مالكيش دعوه. بعد اذنك رد عليا. خلصي. هو انت متجوز؟ كنت متجوز. اه طبعا كنت. الست ديت يا اما طلبت خلع، يا اما اتجننت، يا إما زمانها بتجري في الشوارع بتشد في شعرها، أول ما تسمع اسم حمزة تصرخ. أكيد طفشت منك. هي طفشت. شفت؟ بس راحت للي خالقها. سوري أنا آسفة. بجد آسفة. الله يرحمها. الله يرحمها ويرحمنا جميعاً. أنت بتحبها؟ دي هي كانت الحب نفسه. بس كنت بتعملها ازاي؟ زي ما بتعملنا كده؟ بلسانك الطويل؟ لا صافي. شوفي يمكن كانت شبهك. بجد؟ شوية بس أطول. كده يعني؟ أكتر. قطعتني؟ لا لا خلاص. لأن أنا بحب الستات الطويلة. أنا طويلة. كان في شوية فروقات بسيطة بينها وبينك. مش مشكلة الفروقات. متربية. نعم. مؤدبة. تقصد إيه؟ بتفهمني. يا راجل يعني. طيب انا عاوزك تستنيني ثواني، مش هتاخر عليكي. استناك ايه؟ استناك فين؟ استناك فين انت بتهرج؟ انت استناك فين؟ ايه هنا فين يعني؟ لا طبعا هتاخدي معاك. رايح فين؟ ده هنا لطيف جدا. هنا لطيف؟ انت بتهرج ولا ايه؟ هتسيبني هنا فين؟ شباب مؤدب جدا هنا، مش تقلقيش. هو في حد خالص؟ انت هتسيبني حته مقطوعه هتاخدني معاك طبعا. بتضحك؟ هتاخدني معاك. هاخدك معاك. طيب يلا. بس المهم ها هتيجي معايا؟ حاضر. ولا كلمه اهو، تحط لسانك جوه بقك بدل ما اقلع الجزمه واديلك بيها. عادي جدا. يلا طيب. ما تلاقيك رايح تهنكر في حته ولا حاجه. تهنكر؟ اه لسه معاها اول الشارع. يلا شكلك رايح تعمل عمل لحد.